مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد. دكتور عمر الردان بسرعه رجاء الاجابه على موضوع الاخ مرغني حسن مساعد. حقيقه يعني هو يعني كلامه نحن المبادره السلام هي حقيقه دعوه لالغاء مؤتمر دستوري. في نهايه الامر الترابي والسيد صادق، السيد صادق عمل اجتماع للمرغني والترابي والسيد احمد المرغني في مكتب احمد المرغني في القصر الجمهوري، ووصلوا الى اتفاق بانه لا بد من يعني السير دعم الاتجاه للمؤتمر الدستوري. وده ما حدث في 4 قبل قيام الانقلاب، ده كان اتفق على اساس انه يكون المؤتمر الدستوري في شهر سبتمبر من 89، ولكن لسوء الحظ قام الانقلاب الحالي وعطل القضية. إذن أتى الانقلاب وعطل. المهم أنه الترابي والسيد الصادق والسيد أحمد المرغني والسيد محمد عثمان اتفقوا على المسألة دي، لكن ما حدث في البرلمان نتيجة أنه في مسائل لا بد أن تناقش، وقف إطلاق النار، إلغاء الاتفاقية مع مصر ومع ليبيا، اتفاقيات عاملها دولة، دي مسائل السيد محمد وموضوع أن يمشي قابل القرن ويتفق على أساس أنه تلغي بالإضافة إلى وما موضوع. تناقش يعني الأخوة الاتحاديين حتى يعني عايزين يفرضوا على الناس ديكتاتورية أنه القضايا دي ما تناقش في البرلمان. يعني هل أفهم ذلك أنه يعني الترابي والمهدي بشكل خاص كان موافقا وافق في النهاية؟ عفوا، وأيضا وافقوا على موضوع اشتراط جارانج بإلغاء قوانين سبتمبر التي جاء بها النميري عام 83 فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. وافقوا على المؤتمر. هل المهدي وافق على ذلك؟ حصل اتفاق بين 4، السيد أحمد المرغني والسيد محمد عثمان المرغني والترابي، وده ما خلى أنه المسألة سارت في النهاية إلى الاتفاق الحكومة مع جارانج وحكومة السودان مع حكومة السيد صادق مع جارانج على قيام المؤتمر الدستوري. وكان في نفس اليوم قام فيه الانقلاب، مفروضا يذهب وفد برئاسة السيد أحمد الحسين إلى إثيوبيا لتحديد قيام المؤتمر الدستوري. وكلها هي اتفاقية السلام، هي حقيقة الاسم مضلل، هي ما اتفاقية السلام، هي قيام مؤتمر دستوري لمناقشة القضية السودانية. أجندة. نعم شكرا. لنأخذ هذه المكالمة. المفهوم الإعلامي مفهوم خطأ. لدي مكالمة. صحيح المسألة. شكرا. لدي مكالمة من تورونتو في كندا، مين معنا؟ محمد خير. تفضل يا أخي محمد. خير نعم. أنا أعتقد لكي نرجع لموضوع عودة السيد الصادق المهدي، أنا أعتقد أن عودة المهدي التي تمت تحت الإشراف المباشر للحكومة لن يكون لها أي رشح مستقبلي لعودة الديمقراطية، لأن الديمقراطية كممارسة إنسانية راقية لا ترتبط بهجرة وعودة شخص، لأنها نظام دستوري خلاق. ما ستسهم فيه هذه العودة بفاعلية هو تأجيج الحرب في جنوب السودان. لماذا؟ لأن القاسم المشترك الآن بين حزب الأمة والجبهة هو معاداة الحركة الشعبية. للحكومة موقف ثابت ظلت تعبر عنه منذ عام 89، وهو حسم الحرب عسكريا عن طريق الجيش والمجاهدين، ولها مصلحة في استمرار الحرب لأن الجهاد نفسه ينبثق عن مفهوم ديني نزلت الحكومة نفسها له، لأن منطلقها الأيديولوجي الثابت ذو آفاق دينية. حزب الأمة حين كان معارضا قوى صلته بالحركة الشعبية لدرجة أن بعض قياداته التي أعرفها عن قرب كانت تتحدث بعربي جبا وقتئذ. ولكن خصوصية العلاقة بين الحركة والحزب الاتحادي الديمقراطي أثارت خوف حزب الأمة، ذلك لأنه حلف استراتيجي من شأنه الإخلال بتوازنات القوى مستقبلا. والحركة الشعبية كما تعلم هي أسس القضية السودانية والفاعل الأوحد للتأزيم السياسي، كما هي الجاذب للغرب وأمريكا. والحكومة وحزب الأمة ضامراء الحصيلة في هذه الدوائر، وقد عبرت الإدارة الأمريكية للصادق المهدي صراحة عن ذلك في عام 97، وما زالت تناصب الحكومة العداء. النقطة الهامة التي تغذي تحليلي هذا هو أن حزب الأمة برر خروجه من التجمع لمنع التدويل. لمنع ماذا؟ ألو؟ لمنع التدويل. نعم. والحكومة أيضا تحاول أن تدرع التدويل. إذن لابد من نهوض عمل مشترك
بين حزب الأمة والحكومة لمنع العمل الخارجي، والطريقة الأوحد لذلك هو تجييش مؤيدي حزب الأمة من قبائل التماس في المجلد والميرم، ليشمل التجييش قبائل البقارة ونزي والصبحة تحت رايات الجهاد، والاستفادة من الغبن والقطيعة التاريخية لهذه القبائل التابعة لحزب الأمة ضد قبيلة الدينكا. هذه الخطوة إذا تبقى كتب لها النجاح ستخدم استراتيجية حزب الأمة والحكومة في آن معا، فالحكومة تريد القضاء على الحركة وحزب الأمة يريد إضعاف الحركة والتجمع، وهذا لن يحدث إلا بعمل مشترك بين الطرفين. شكرا يا أخي محمد خير، عاوز تعقب لأنه في كلمتين أنا في آخر برنامج عاوز أحكي عن موضوع الانتخابات. الأخ محمد خير ما فهم القضية السودانية ذات فهم يعني عميق ولا واقعي، وإنما بيتكلم على أمانيه وهو الشخصية. والحركة أول شيء نحن ما عندنا أي خصومة مع أخواننا في الجنوب، وقبائل الأنصار اللي بيتكلم عنها هذه هي قبائل لها علاقات مع أهلنا في الجنوب مئات السنين، ودي روابط قوية جدا جدا، وهي التي دفعت حزب الأمة لاتفاق شقدم، ودفعت حزب الأمة لتطوير شقدم إلى أسمرة. قرارات أسمرة كلها عمل مكثف قام به حزب الأمة في الداخل وفي الخارج. وأنه الموضوع بتاع الغيرة السياسية، أنا ما أفتكر أنه حزب الأمة في سند الشعبي ما محتاج إلى أن يتعاون مع النظام عشان يثبت شعبيته. دعني أدخل السيد شفيع. السيد شفيع في نهاية البرنامج وباختصار، جان الآن الحكومة مقبلة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لماذا تقاطعونها وباختصار؟ لأنه أريد أن أعطي مجالا للسفير. نعم، نحن لا نقاطع فقط انتخابات النظام، نحن نقاطع كل ما يصدر عن النظام، لأنه نعتقد أنه نظام غير شرعي ونظام غير ديمقراطي. نحن قبلنا الحديث عن الحل السياسي التفاوضي لأننا أيضا دعاة سلم، وتحدثنا عن أنه المخرج لأزمة السودان هي استعادة الديمقراطية كاملة دون فقط إجراء جراحات تجميلية مؤقتة، والسماح للأحزاب والحركة السياسية والنقابية بالعمل بشكل تام. وفي هذا المناخ وبعد التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يمكن أن تعقد الانتخابات، ويمكن لكل فصيل أن ينزل ويبني. أنتم ترتؤون الحل السياسي الشامل قبل إجراء انتخابات. دكتور حسن عبدين، نعم. الواقع يعني هنالك 20 محاميا في السودان تقدموا بطعن في هذه الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، ويقولون أنه في المادة 128 من هذا الدستور التي تنص على أن هيئة الانتخابات مسؤولة لدى رئيس الجمهورية والبرلمان عن أداء عملها، والبرلمان غير موجود، وسائل الإعلام الآن بيد الحكومة 99.9 كالانتخابات العربية الرئاسية، سينجح السيد عمر البشير، الكل مقاطع، ما هي دستورية هذه الانتخابات؟ أولي يا أخ سامي، كما ذكرت موضوع الطعن من المحامين أمام المحكمة الدستورية، وهي التي سوف تصدر فيه حكمة، والبشير أعتقد والآخرين سيلتزموا ويمتثلوا لحكم المحكمة الدستورية. حتى لكن لو فقط أذكر بنقطة غير دستورية، أذكر بنقطة أنه في الدستور الحالي الذي تتم وفقه وفي ضوء كل هذه الإجراءات انتخابات وغيرها، هنالك نص في حالة غياب البرلمان أو المجلس الوطني يكون الصلاحيات والسلطات عند رئيس الجمهورية بصورة على أن تعرض يعني فيما بعد للبرلمان. يعني هذه من الناحية الدستورية ونص الدستور، ولكن هذا اجتهاد يحسم داخل المحكمة الدستورية. السؤال هو أنه لماذا هذه الانتخابات؟ أنا أعتقد هذا سؤال مقبول. أولا يعني فكرة الانتخابات المبكرة هي فكرة معمول بها وأصيلة ومن صلب النظام الديمقراطي، أن يدعو رئيس أو حزب إلى انتخابات مبكرة قبل أن يحين موعده لاعتبارات سياسية. اعتبارات السياسية التي تبرر هذه الانتخابات، كما تعلم ويعلم الجميع أنه يعني في نهاية العام الماضي حصلت خلافات داخلية حول قضايا دستورية بين الرئيس وبين رئيس البرلمان، وإلى حد ما بين البرلمان نفسه والجهاز التنفيذي، واتخذت إجراءات وقرارات من قبل الرئيس تم بموجبها يعني تعطيل البرلمان، وتم أيضا بموجبها يعني تعطيل بعض تم الانقلاب داخل البرلمان، إقصاء الدكتور حسن الترابي بعبارات أخرى، القطب الآخر في الحكم. على أي حال حصل تغييرات، ولذلك الرئيس يشعر
بأنه يحتاج إلى أن يستفتي الناس مرة أخرى ويطرح نفسه هل الانتخاب ماذا يضير الناس طالما أنه رغم أنه ثلاثة أربع الناس مفتوحة يعارضون هذه الانتخابات. على كل حال انتهى البرنامج منذ استقلال السودان عام 56 حكمه العسكر مدة 34 عاما وحكمه المدنيون مدة 10 سنوات. لم تستطع كل هذه الحكومات حل مشاكل السودان الاقتصادية والسياسية وحتى مشكلة الجنوب جنوب السودان. بين كل 8 لاجئين في العالم هنالك لاجئ سوداني، بين هنالك 4 ملايين مهجر بسبب الحرب في جنوب السودان. الحرب والمجاعة قضت على 2 مليون إنسان، يعني الجميع أخفق من الزعمات السودانية في حل مشاكل هذا البلد وربما كان بحاجة إلى عصا سحرية. مشاهدينا الكرام، نشكر ضيوف حلقة اليوم في برنامج أكثر من رأي، الدكتور عمر نور الدايم النائب الأول لرئيس حزب الأمة السوداني، ودكتور حسن عبدين السفير السوداني في المملكة المتحدة، وأخيرا وليس آخرا الدكتور الشفيع الخضر من الحزب الشيوعي في عضو هيئة القيادة في التجمع الوطني الديمقراطي المعارض. مشاهدينا الكرام، حتى نلتقي في